هاي سعاد خلصت العدة من كم يوم وكل شي رجع لحاله مثل ما كان. وهي سامة اجا ورجع لطفية، ليش لهلا مطنشينا؟ ليش؟ ايش علي يا بيت ابو ريشي؟ عندي اللي خليكن تجوا لعندي زحف مثل القطة الجوعانة، وما بكون فريال اذا ما بحرق قلبكن على ما تشوفوا شوفي وحدي بالسنة مرة. يا مو شبه انتي بدك ترجعين لعند عصام ولا لا؟ بدي رجعك، ليش عم تسألي؟ لك قال ليش عم تسمعي كلام جارتنا فوزية؟ انا ما عم بسمع كلام فوزية، ترد عليهم بلاطة احضان بيبين منهم ولا يقول انه بدهم يشوفوكي وبدهم يرجعوكي لعصام؟ قولي يا مو، عصام بيحبني وبده يعني؟ طيب بيحبك، ليش ما بيجي لأتفاهم انا وياه؟ تعال شو بدك تتفاهمي انت وياه؟ لك شو نسيتي انه متجوز عليكي ولا بدك تروحي لعنده يا بعدي مثل المقلعة من بيت اهله لا قدر ولا قيمة؟ قال يعني موتني السبب. خرجي وليك؟ قال انا السبب قال؟ وبعدين عم ترفعي صوتك علي وليك؟ طيب انا بورجيكي اذا برجعكي عنده قبل ما اساوي اللي ببالي. اي والله والله اذا ما بترجعيني لعند عصام لحتى اساوي شي بحالي بحياتك ما شفتي. يا احلى قامتي، شو قصدها تساوي بحالها؟ احلاين تساوي بحالها شي؟ اي والله بصير مثل المجنونه وبسوح بالحاره. وليه لطفيه؟ اي ماني حماره وبدي ارجع لعند جوزي. يا انا لو محلك والله ما برجع له، انا بدي اقراصه بكل هالحيطان. فهمي يا فوزيه، بس هو بده يعني لو كان بده اياك يا تقبري قلبي ما كان اتجوز بنته لام بشير. اصلا انت شلون بتقبلي ترجعي له على ضرها؟ لك هاتي لبوس ايدك. فهمي يا فوزيه، ايه انا مو مشان ضرتي بدي ارجع له. لك مشان السيد عصام اللي باعك وباع عشرته. عصام بضل جوزي وابو ابني اللي ببطني، امي انا بدي ارجع له. روحي روحي مرشي بلي، روحي جيبي ابريق المي، روحي تضربي على هالكلام اللي ما نبدوزن. يا فريال خانو ما برجع على عنده لحتى يطلق لشرنة بنت لشرنة ام بشير. يبعت لحمة جديدة من امه تسلق بدنها هي وامه. ما صدقت على الله شافت لطفية مطلقة وراح تدوز دغري هسر نوة وجوزت بنتها لعصام. راح تسكتي لفريال خانو؟ انا فريال خانو اسكت لها؟ اي والله والله لربيها ترباية فرجي كل الحارة عليها. شو راح تسوي معها؟ استني علي بس يا فوزي، كل شي بأوانه حلو. قال له يا شعبان ليش ما بتجي برمضان؟ قال له كل شي بوقته حلو. لك يحرز دينك حرز درز، ما حدا بيفهم علي غيرك. هاتي بوسي خدي دوني. مين جايينا من عند على بكرة الصبح؟ يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم. ايه ايه مين؟ انا ام زكي في الرياض. ام زكي؟ شو بدك؟ يوهي بيكي محمى افتحي باب. ما بدي اعرف ليش رجع الى عندي. لك عم قلك افتحي ان شاء الله بيفتح وقبرك قبل الظهر يا حاخ. بعدي لا حدا يشوفك بعدي. شلونك ولين فريال؟ نعم ونعامة ان شاء الله اللي ترفصي. هلا قلي لي شو بدك مني؟ يا العين تطرقك ما في، تفضلي تضربي طول عمرك نواصية. قال يا قاعدين يكفيكم شر الجايين. ايه روحي تضربي انتو هالاستقبال عوض ما تاخذيني بالاحضان والتبويه. على شو يا بعدي؟ بكفي جيت لعندك بدون ما تترجيني. اهلين 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 خالة ام زكي. اهلين تقبريني. اهلين شلونك؟ مشتاقة لك كثير. روحي ساوي لها فنجان قهوة لخالتك ام زكي. ايه من عين. يوهي بليكي محمى لسه ما وصلت، هلا بدك تطلعيني دغري؟ لا مو مشان شي، شايفتك مستعجلة ام زكي. لا مالي مستعجلة، خرسي وفردي لي هالوش الناشف. منيح اللي تذكرتي انه الك رفيقة، يا ناكرة المعروف كذا شهر وانا ماني شايفة الوش الناشف اللي مثل القريص. ولي على قامتك على هاللسان، لك لو بغيبك 100 سنة برجع بلاقيكي ما بتتغيري لا انتي ولا لسانك كلمة للشختي. هلا لا تخليني سمعك كلامي يهزلك بدنك ام زكي. هاتي من الاخر لشو جاي لعندي؟ جاي ساعدك يا هبلة. بالشو؟ بدي صالحك انتي وسعاد. بالله شو بدك تصالحيني مع سعاد؟ اي والله ما بدك تصالحيها؟ ايه تصطفلي انا مشانك. ها بكره بترجع بنتك لطفيه لعصام وانتي بتصفي براد جمعتنا الحلوه. وليش عصام ما اجى لهلا ورجعها؟ ليكون رجع بكلامه. لا حبيبه قلبي بس عم يستنى رضا امه. اذا ما رضيت امه بنتك لطفيه ما بترجع لعصام. ما حذرتي، لانه اجى لعنا الشيخ وخبرنا انه عصام لساته بده اياها.
هذا كان قبل ما ترجع سعاد لبيتها، قبل مو هلا من بعد ما مات جوزها. شو يعني ام زكي؟ يعني هلا مو مثل الاول يا فريال، هلا صارت الكلمه كلمه سعاد وما في مين الا لقى. شو يعني؟ لك افهمي يا جدبي، لك افهمي، ابو عصام راح لرحمه ربه وهلا الكلمه كلمه سعاد وما في مين الا لقى، فهمتي ولا لا؟ طيب انت شو بتنصحيني ام زكي؟ يا سلام عليكي ما احلاكي، هلا انت عيني، انا بنصحك انه ما تعادي سعاد مشانك ومشان بنتك، واذا بتخليني انا اتدخل بالموضوع برجع لك بنتك معززه مكرمه لبيت عصام، وبعدين بصالحك انت وسعاد. منين؟ وبنت شهيره؟ بنت شهيره مالك دعوه فيها، بنو بنو، بنتك باوضتها وهديك باوضتها، شلون مالي دعوه فيها؟ بدك ترضي فيها ضرة لبنتك، نقلتي ايه ونقلتي لا وغصب عنك، وشو ما سويتي ما رح يطلع معك شي. لا والله مالي رضي أنا يكون إلها ضرة، ولط فيها هي الأصل. هلا فهميني شو قلتي فريان، خلصيني. ما بعرف ما بعرف، انتي فهميني شو بدك تساوي. ايه انا فهمك شو بدي ساوي، بس بعد ما نكسر الصفرة انا وياكي ولطفية. لطفية اجلي القهوة وعملي لها كسر صفرة لخالتك ام زكي. ايه لطفية تقبريني، انا جوعانة نايمة امبارح بدون عشاء يا حصرتي، بسرعة. شوفي ام زكي، انا ما عندي مانع انه لطفية ترجع لجوزها، بس في الي شروط بدي اياها تتنفذ. وشو هي شروطك يا بعدي؟ اول شي بدي بيت لإلها لحالها وبالها. ها وتاني شي؟ تاني شي بدي فرش بيت جديد من اوله لاساسه لاخره، مصدف ومعشق بالفضة. يعني وتالت شي يا مرت اقربو؟ ثالث شي بدي يلبسها ذهب. ليش ما يلبسها ذهب؟ اربع مباريم وثلاث فرطايات وطو ذهب انجليزيات وحلق مشنشل. ورابع شي يا مرت الباشا؟ حاجة مسخري ام زكي، خلص حاجة، هدول اللي بدي اياهم. ودخليك منين بدهم يجيبوا لك كل هالطلبات؟ معهم ام زكي معهم، عضمن ذهب مليانين. طيب واذا قلت لك مالهم موافقين؟ والله انا ما بسكن بنتي مع ضرتها، بدي بيت لحالها وهذا شرطي الاساسي. ومنين بدنا نجيبوا لك حق بيت منين؟ من مصاري ابو عصام يا بعدي اللي خلف لهم اياها. بدك اياهم يتقاسموا الورثه من هلا؟ اول على اخر بدهم يتقاسموها ام زكي. بقى ليش ما يتقاسموها من هلا وجوز بنتي ياخذ حصته من امه واخواته؟ وان شاء الله مفتكره حصه صهرك بيقدر يشتري بيت لبنتك وبيت لضرتها هدى. لا حبيبتي، ضرتها ساكنه لحالها. والبيت اللي ساكنه فيه ضرتها ما بتعرفي لمين؟ بعرف لسعاد. ما دام بتعرفي انه البيت لسعاد لا تتنطوطي على حساب غيرك، ارضي هلا انه ترجع بنتك لجوزها وبعدين لكل حادث حديث. مالي موافقه الا بشروطي. ايه تصطفلي انت حره يا اختي. هلا انت شو خسرانه ام زكي؟ انا مالي خسرانه شيء، بس بعرف شو في عندهم. هلا اذا تقاسموا الورثه ما رح يطلع له العصام ولا حق اوضه واحده من الورثه كلها. في الدكانة ام زكي. تروحي خنق الهي، بدك اياهم يبيعوا الدكان؟ ليش ماله حق فيها؟ يبليك بحمه وجعتي لي راسي، لك اذا باعوا الدكان منين بدهم يعيشوا؟ يفتحوا تمهم للهوى؟ انا ما دخلني، يدبروا راسهم. ايه انا بحكي اللي قلتيه لسعاد خانو، وسعاد خانو هي بتعرف شو تقول. هذا هو الحكي المزبوط، انت روحي قولي لها شو حكيت انا وبعدين ارجعي وقولي لي. قولي كلي كلي ام زكي كلي. ما بدي اكل، صدتي بدي قابلتي. ادعي ان شاء الله. اريد ان ادعي ام زكي شو بتلعي؟ امي انت ليش عم تعصبي علي وعلى عصام؟ يا مو مشان ما تروحي لعند الضره وتتقهرمي معها. يا ابو جوزي بحبني ما رح يهرمني انا بعرف. يا مو انا مشانك بدي يصير عندك بيت خص نص الك ولاولادك وجوزك، بكره بيصير عندك على الاولاد. لك امي ليش ما بتركزي حالك من هلا وبصير عندك بيت؟ اصبري لك امي اصبري، الله يرضى عليكي، واللي بيصبر بينول. عصام هلا مو مثل الاول، صار بيقدر يشتري بدال البيت خمس بيوت بعيون الشيطان. بعدين لك امي انا مشان شو عم بعمل هذا الشيء؟ مو مشان مصلحتك الي؟ مين الي غيرك لك امي؟ مين؟ كان قلتي لي بدهم يعملوا كبه مشويه. ايه تقبريني ام زكي شعرت عليها، قال مشان سعاد خانم تطلع من حالتها ولانه خلصت العده يا بعدي. يا الله شجع على بالي كبه مشويه. تقبري عيوني بكره بساوي لك اياها، بس من تحت ايدين مرت عمي اطيب. يو شو هالحكي وليه؟ يعني انا ما بعرف ساوي كبه مشويه مثل مرت عمك سعاد؟ لا بتعرفي يامو، بس مرت عمي بتطلع معها هيك اطيب واشهى. بالله شو؟
يا مو انتي بتساويها حيلة، اما مرت عمي بتمليها لحمة هبرة. لعيو ما حبيت هالحكي منك يا لطفية، ايه امك بتعمل كبة بتنهدى لملوك الشام كلها بتحكي عنها. ايه كتير. تركيها تركيها فوزي، انا بعرف ليش هيك عم تقول، لانه بدي اياني وافي انه رجع لها عصام مثل اللي كرهانين اهلها، ولك بدك ترجعي لعنده لا قدر ولا قيمة، وبدك تعيشي مع ضرة مشرشحة مثل امها. ايه قولي ما بدك ترجعيني وخلاص. قومي ساوي لنا قهوة بلي. قومي. حاضر. يا لطيف هاللطفية شو صايرة جقرة؟ والله ما كانت هي، الله يصلحها ويهديها. فوزية أنا بعرف ليش أم عصام وأم زكي ونسوان الحارة عم يعملوا هالحركات. ليش فريال خانو؟ مشان يغيظوني ويغيظوكي يا بعدي، بس أنا شو ولا على بالي. طنش تعش فنش تنتعش، إلهي سم الكراتي وزهرمان البخاري يفوت على قلبهم يا حق. آمين. شو هالكبة يا سعاد خانو؟ إن شاء الله بيعيش والإيدين، بعمري وحياتي ما لي داي أطيب من هيك كبة. إن شاء الله صحتين وعلى عندكي. سكعتك خالي أنتي؟ على عيني. وقفي روحي نقي لي. يعيش والإيدين يخلي لي ياكلي. حميدة لا تعطلي كبتي كتير. ليش اختي؟ قاعدة بتسلمي؟ ولا الكبة بتسمي؟ ايه لكان؟ مالك شايفة ام زكي قد ايش سمينة؟ قد ما بتلف على البيوت وبتحش كبة. ايه والله. شفتي؟ عاش حميدة؟ صحتين وهنا يا جماعة. الله يسوقك يا معتز لتجي تاخد كبة سخنة لأخوالك. يوهو علينا، قولي على قامة الهم والغم والنكد. زعلانة عليها يا يامو لأنه ما صار لها عرس مثل كل البنات؟ ايه والله يا أمو. لك امي هي انت كمان ما صار لك عرس مع عصام لانه قدمه كان اسود مثل عطاب الليل عليكي. بحرام عليكي، حاجه تحكي عن عصام خطي. إيه لا بدي احكي واحكي يا ستي، وقدمه نحس علينا. نسيتي كيف اجى خبر موت ابن عمي الزعيم قبل عرسك؟ بدي احكي عليه وبدي احكي. قومي قومي طفي الضو ونامي. قومي لك قومي. كانت باطلة ومحولة هديك الساعة يوم اللي شحد لك ورقتك وكتب كتابه عليكي. طفي الضو. يلا فريال استلمي بنتك. وين امسكي؟ عندي مشوار برجع لعندي. طيب ما بدي افهم شو صار. لك يا اختي سالي بنتك هي بتقلك خاطرك. مع السلامة خالي امسكي. يبعت لك حمى يا امسكي شو بتنطفي لي قلبي ولك لا احكي لك كلمة. الله لا يبدك ولا عدر بتستهدي. تعالي شوف شو قالت لك سعاد. اهلك وسهلك فيه كثير يا عمي. حكيت شي يا عمي؟ اه حكيت مو هيك؟ لا لا يا عمي ما حكيت شي. لا اكيد اكيد حكيت. قولي وليه يا عمو؟ والله مرت عمي ما بتبغضك، ليش انتي ما بتحبيها؟ كثير كثير ما بتبغضني. صدقيني كل القعده ما في بيتمها غير الله يصلحها لامك. الله لا يدر الا بركه. ليش قليله هالكلمه؟ ايش شو شايفتني مقطعه السابله انا؟ امي انتي ليش بتكرهيها لمرت عمي؟ هلا فهميني شو صار مشان عصام؟ من اني ناحية يا مو؟ رح يرجعك ولا لا خلص طنشي؟ ما بعرف. لكن شو استفدنا من الروحة يا بعدي؟ مرت عمي يمكن اليوم تحاكي عصام المسا مشاني. بدك تحاكي عصام مشانك اليوم المسا؟ قومي روحي من وشي. روحي! دك يبعت لك حمى يا ام زكي على فصولك الناقصه، ويبعت لك داء السل والعل لانه ما قلت لي شو صار بينك وبين سعاد. ان يريدا اصلاحا يوفق الله بينهما. خلي بنتك ترجع لزوجها يا ام توفيق. انا بدي رجعها يا سيدنا الشيخ، بس ما حدا منهم اجا وقال لي تعي لحتى نتفاهم يا ام توفيق. وعلى شو بدهم يتفاهموا معك يا اختي يا ام توفيق؟ اول شيء بدي مسكن شرعي لبنتي. بس؟ وبدي يلبسوها ذهب. ويجيبوا لها ملبوس بدن وغراب بيه. من حقي ولا مو من حقي سيدنا الشيخ؟ مو من حقك تعصدي على بنتك يا اختي يا ام توفيق. يسريها شوي والله سبحانه وتعالى من عنده بيسر لك امورك. شلون؟ يا اختي يا ام توفيق بالناقص كم طلب من طلباتك هلا. شوفي حال بنتك، لا تخليها قاعده عندك. ايوه
وأنا من رأيي تأجلي المسكن الشرعي هلا وتخلي بنتك ترجع تعيش مع زوجها وضرتها لحتى الله يكرمه ويشتري لها بيت لحالها. ماشي الحال، بس على القليلة يجي حدا من طرفهم لحتى نتفاهم سوا. طيب أنا رح أقول لعصام هلا يبعث حدا من الحريم لعندك يا ست متوفي. كتر خيرك يا سيدنا الشيخ. السلام عليكم. وعليكم السلام. ما تظهر، سكر باب طريقك. يا مو شفتي انه لساته بيحبني وبده ياني؟ بعرف انه بده ياكي، وانا عم بستنى بيت حماكي ليجوا لعندي لهون. يا رب يا مسكينه هالزهرة، اتقطع عليها قديش زعلانه هي واختها خيريه. اي والله يا حسرتي. يا مو ما بيأثر الزعل على الولد اللي ببطنه لزهرة؟ على زهرة لا، لأنه ابنها صار كامل ومكمل متخلق يعني. أما أنت بعيد الشر بعيد الشر، يعني ابنك يمكن يطلع ضعفان ومشوه. لا أيوة ما بدي يجي ضعفان ومشوه. مشان هيك لا تزعلي لك يامو، مشان ابنك يطلع مثل القمر وكامل ومكمل، وبعدين كلياتنا على هالطريق. مزبوط. اي خلص ما عاد ازعل، أنا شو دخلني بكل هالقصة؟ الله يرضى عليك يامو. تقبريني ساوي لك كسر سفرة لخالتك أم زكي. ايه الله يرضى عليك. قومي. على راسي خالي أم زكي. هاتي لشوف شو طلباتك ام زكي. شوفي اذا بدك بنتك ترجع لعصام لا تعصدي بالطلبات. ليكي ام زكي انا من حقي اضمن لها مستقبلها لبنتي. لك يا اختي مستقبل بنتك مع جوزها شبك. مع جوزها وبلكي طلقها مره ثانيه. لا اطمني ما رح يطلقها. لا مشان هيك انا بدي اضمن لها مستقبلها، ومشان هيك عم بطلب هالطلبات هي، واللي عجبه اهلا وسهلا، وما عجبه مع الف سلامه. تفضل شيخي تفضل. ان شاء الله الف مبروك يا عصام. الله يبارك فيك يا شيخي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ما شاء الله ما شاء الله. يلا لطفيه روحي البسي ملايتي خلينا نمشي على السريع. يلا امرك ابن عمي. تعي لهون. وين بدها تروح معك ولسه ما جبت لها جهازها؟ بتدبر حالها مرت عمي بتدبر حالها. لك شلون بدها تدبر حالها؟ وين بدها تنام؟ بتنام على جهازها القديم. ومرتك الثانيه وين بدها تنام؟ بتنام على ال روح جيب لها جهاز جديد وخدها على بيتك. هلا صارت مرتك وحلالك. بس يا مرت عمي الجهاز بده وقت ليصير ما بلحق. اي مو ضروري تفصيل تقبرني. نزل على سوق الارماني اشتري لها تخت ومرايه وخزانه وخدها على بيتك. اما انه ضرتها تنام على التخت وبنتي تنام على الارض هي ما بوافقك عليها منوب. ماشي امرك، بس وينك؟ بكره الظهر بيكون جهازك جاهز وبغرفتك. تكرم عينك لطوف على راسي ام شوكت. الله يخلي لي اياك يا حق. كيف الكتكوت يا زهرة؟ الحمد لله. ان شاء الله عم ترضعي منيح. لك الله يخلي لك اياها وتفرحي فيها يا حق. تفضلي خالتي ام زكي. الله يزيد فضلك الهي. تفضلي ست فريال. فريال روحي سلمي عليها بايدك او عم روحي. خاطرك تقبريني. امسكي. نعم. تعي لعندي عاوزتك. ايه ان شاء الله بجي. لك تعي لهون بقول لك. ليش ما سلمتي عليها؟ ما بدي. يبليكي بحمى الهي بهالراس اللي نادعتيه، ولي على عيونك شو راسك يا بي. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. شلونك يا زهرة؟ الحمد لله. طيب ما شاء الله. بتعرفي مصدت كتير إنك حكيتي. ما بتصدي أول ما أمزكي إجت قالت لي دوز دغري وجيت لعندك طار عقلي من الفرح. يا لطيف يا لطيف. يا لساني شلون ما قدرتك بتندار، ولي على عيونك شو كذابة يا لطيف. هلا انت عن جد عن جد لطفيه بنت فريال. إيه لكان يا مو كرمال عيونك لشغلها خدامه الي ولولادي طول ما هي قاعده معي بهالبيت. لازم تنقلع من بيتك هالضره المره اللي عندك. يو شلون بدي اقلعها؟ مو هي اللي فاتت لعندك على بيتك؟ بلا، وسرقت لي جوزي كمان. ومثل ما فاتت لازم تطلع منه ومقلعه كمان. امي شلون بدي اقلعها؟ شوفي لطفيه من يوم ورايح ما بدي اياكي تدقري غرض من اغراض البيت. وبركي اشتكيت على ايه هي السلاله؟ قليله ابن عمي تعبان حبلي انا.
تعبانة ابن عمي، أنا حبلي. إيه. وعلى طول حطي الحبل حجة لإلك، وخليها هي تقاقي وما تلاقي وتتفلفل وتتحرقص هي وإمها. خي شو بدي اتشفف فيها يا أمي؟ بسيطة يا شهيرة، لسه بدي ورجيكي قهر مني ما شفتيه بحياتك، وبإذن الله رح ورجيكي شي ما نشاف ولا نحمل على كتاف. يا بنت بياع البرغل والسليقة. أهلين وسهلين يا أمو، هات إيدك. تقبرين وين نظرتك؟ متمطرقة بأوضتها. يا أحسن بلا شوفتها من عند الصبح، لأنه وشها أحلس أملس من شافه من عند على بكرة أفلات. اضرب هي وشوفتها وشوفت أمها. ليكي ما رح بطيش لأنه رايحة لعند ام زكي. إيه لا حبيبتي، ما في روحة غير لتتغدي عندي. شو طابخة اليوم؟ عاملة شاكرية. بس شو شاكرية؟ بتنهدى الملوك. لا إذا عاملة شاكرية معناتها بتغدى معي. إن شاء الله مطرح ما يسري يمري ومطرح ما يبني أسس، سنه حسن عوافي. الله يعافيكي يا حق. مين اللي عم ينظف البيت؟ مو أنا يا مو، ضرتي قايمة بكل شغل البيت. بري عليكي، هيك بدي إياكي. وأوعك ولك لطفية تاخديها رفيقة أو تعطيها وش بعدين تتأنزع عليكي. لا يا مو، أنا ما عم حاكيها ولا عم بتحاكيني. يو شو متزعلين يعني؟ يو فشرت عينها تزعلني، بس أنا يا مو قاصرتها، ما بنشوف وشها. هيك ها، هلأ عجبتيني، ما بتقصري فيها. أي مساوي لك شي تشربيه يا مو. ساوي لي شي بارد لأنه في شي بيحم القلب، بدي بورد. على راسي يا مو. بتعلمها علي؟ ماشي يا لطفية، ماشي. انتي وامك رح بتشوفي مني شيء لسه ما شفتيه بعمري. يا مو قلت لك، هو قال لي روحي لعند امك ونامي عندها اليوم. هيك من الباب للطاقة قال لك روحي لعند امك ونامي عندها اليوم؟ ايه من الباب للطاقة قال لي روحي لعند امك ونامي عندها اليوم. لا تكونوا متزعلين مع بعضكم لك لطفية. لا يا شو متزعلين، يقبر قلبي عصام، انا وياه متلسمني على العسل. الحمد لله. طيب ما قال لك لوين رايح لعند مين شو بده يساوي؟ ما قال لي شي غير انه روحي لعند امك ونامي عندها اليوم. ايه ما عم بتفوت بعقلي، ماله بالعاده يخليك تنامي عندي. والله انا كمان هيك قلت امي. لا يكون بده يتجوز عليكي ولك لطفيه وانتي مالك درياني. شو يمكن بيعملها امي؟ وليش ما يعملها يا بعدي؟ مصاري اطلب تعطى ونسوان مثل الكشك. لا لا ما بيعملها، ما بيعملها. وليش ما يعملها يا حوبي؟ اللي تجوز الثاني بيتجوز الثالثه والرابعه، والمثل بيقول لك يا مآمنه بالرجال يا مآمنه بالمي بالغربال. بتعرفي اذا عملها؟ والله والله لحتى شو لطفيه خانم شو؟ لحتى ازعل منه كثير يا مو. يلواه الواه، على اساس كثير كثير زعلان على زعلك هو. اللي بده يتجوز فوق مرته ما بيسال عليها ولا بياخد اذنها اصلا. طقك راح هو وسلكي معتز واخوك عصام شان يشتروا بيعت قمح لخالك ابو شهاب. وليش ما اجى قال لي؟ يعني عصام ما قال لي كمان لوين رايح؟ ها لكان مين قال لك انه راح يجيبوا قمح لخالي ابو شهاب؟ ابي خلصينا، خلينا نلعب دق برسيس. يلا قمح شعري. يلا الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله. صباح الخير ابن عمي. لك يسعد لي الصباح، لك يسلم لي هالوشي اللي عم ينقط عسل. حضر لك كاسه سفره ابن عمي. إيه لك كان قوام، تاخرت على الدكان. إيه على عيني وراسي. صباح الخير ابن عمي. اهلين لطفيه، تعالي قعدي بشقيتي. تعالي شلون البوبو؟ منيح ابن عمي. عم بيرفي؟ ايه شوي. يا رب يا رب تقومي بالسلامه يا رب. لك يلا يا هدى. يلا يلا جاي جاي. يلا يلا وصلت عندك يا مو. وصلت بسرعة عم زكي بسرعة. يلا 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 يلا. شو عم تساوي هون انت عصام؟ ولا انا كنت عم هديها للطفل. ايه روح لها لبرا. حاضر يا مو عصام. نعم يا مو. روح نادي الافريال بسرعة. ايه صعيصين يا حماتي. اه
عمي مشان الله يلا ليكني ليكني يلا هلا بتنطط فيها وانت مالك جنبها يلا يا ابو يسر يا ابو عسير يا الله يا حبيب يا ابو يسر يا الله يلا حماتي بسرعة بسرعة الله يسعدك بالسلامة يا بنتي تعبري لهبي يا خبي أهلين فريال فوتي 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 لعن بنتك شو يا مو طمنيني لك انت شو عم تعمل ها روح عندك كان روح ايه روح عندك كان يلا يلا بسرعة أنا عم صام روح شو بنا تاني الولادة صعبة يا معتز صعبة إلي معلوم صعبة الله يعين نسوان على هيك ساعة الحمد لله رب العالمين إنه خلقنا رجال الحمد لله الحمد لله شو رأيك خي أنت تروح على البيت وترجع تطمنا إيه إيه ليش تلا روح بس شو مشان أبو محمود بدك أبو محمود اتركوا نايم يلا مزبوط اتركوا نايم بس دير بالك عليه لا أخي أنت وين وأبو محمود وين هلا بيكون عم يشوف أحلام الأرض مزروعة أبي روح إيه مزبوط لك روح إيه يلا روح يلا جاك بنت اخيل ايه اخي وشو بنت بتاخد العقل روحي ان شاء الله بتربى بعزك ودلالك الله يسلمك يا معتز وسميتها سعاد على اسم امها لك على اسم حماتي ان شاء الله بتشوفها عروس لك اخي الله يفرحني بشبابك يا معتز لك في عمي ابو محمود في في عمي ابو محمود اجا بنت ان شاء الله الف مبروك الله يبارك فيك عمي راح اكمل حلاقه لما استناك ليجيك الصبي سيد عصام الان راح اكمل لك الحلاقه وعلى حسابي كمان عمي ابو محمود لا ما بدي من نيتك اخي بسم الله الرحمن الرحيم ان شاء الله الف مبروك يا لطفيه الله يبارك فيك كثر دوشه سعاد خانم معنا زعلانه سبحان الذي خلق ما أحلاها يعني مالك زعلاني لأنه لطفية جابت بنت لا أيوه شو إزعاج هي أنا وإنتي جبنا بنات وإن شاء الله الله بيجبر خاطرها وبيطعم الصبي آمين يا رب العالمين روحي الله يفرحك يا سعاد مثل ما فرحتيني سامحيني أم عصام أنا كتير زعلتك الله يسامحك ويسامحنا جميع والله إنك أحسن مني إيه والله ما حدا أحسن من حدا يا فريال ما حدا أحسن من حدا هون هون امزكي تعي شو ما رح تحطوا الاكل يا سعاد يو ايه ما حلك تجوعي امزكي ايه سدي حلقك انت حمصت الكي انا حمصت الكي ايه انت حمصت الكي شو عم باكل من بيت ابوكي لما من بيتك انا هدى يا هدى نعم بنت عمي حطينا اكل الله يرضى عليكي ايه على عيني وراسي ان شاء الله بيعيشوا هالديات يا امزكي ويعطيكي العافيه الله يسلمك الهي يا ست سعاد شو ما رح تعملي صفرة خلاص مشان لطفية؟ إيه لك رح ساوي لها صفرة خلاص يحكوا فيها نسوان الحارة روحي الله يجبر بخاطرك يا أم عصام ولا يحرمني منك يا حق إيه هيك ها تقبروني خلوا القلوب تصفى لبعض خلاص خلاص فريال ما عاد زعلني وإلك علي يمين يا أم عصام لا تحلفي فريال لا تحلفي خلي كلامك بدون حلفان ليوع اليمين عليكي يو قال بدها تحلف قال إيه ها؟ هلت خيرات سعاد خانم خزيت العين شو هذا ست ام عصام هدول اواتيل الكراوية تقبريني تقبري عداد لكان هدول بيت العز بحبوا يعملوا كل شي على اصوله مطرح ما يسري يغيري. يا امري يمري على قلبي على قلبي وقال مباركتها يوم التنين الجاي يو لا بقل مباركة على بكرها ام الحلقة والخالية بعدي ايه بس هالبنت شو حلوة يا مو سبحان الذي خلقها تقولي امر وملالي مو هيك ودخلك جاي لأمه ولا لأبوها؟ شلون يا مو؟ يعني جاي سمرة لأمه ولا فاتحة لجوزك عصام؟ لا جاي سمرة بتشبه لطفية إيه معناتها هو اللي غميان عليها يا حوبة شلون يعني يا مو؟ ما في شي ما في شي لك بنتي
لك بنتي اعملي لك همه بقى وجيبي له الصبي خليه يغرق فيكي. ولك شبك يا حوبلك بنتي شبك. والله عملت مثل ما قلتي لي يامو. ايه يامو تقبريني رجعي عيدي يا مره واثنين وثلاثه وعشره لحتى تزبط معك. راح عيدها يامو راح عيدها. ايه تقبريني اعملي لك همه وجيبي له الصبي. ايه والله والله اذا جبتي له الصبي ليحطك على راسه وما يطلع من مخدعك. وهي لتصير خدامه عند رجليك وبكره بتشوفي. اهلين اخي. اهلين. مسكي مسكي. الله يعود عليك يا رب. الله يسلمك يا مو. شلونك صغيره؟ نايمه. وين وين اخي وين صاير؟ بدي روح شوف صغيره. عنا نسوان لك ابني. ليش مين عنا؟ مرت خالك ابو شهاب وام زكي. ايوه طيب. جبت الطحايل والسودا؟ ايه يا مو. كل شيء طلبتيه موجود بالاكياس. ايه الله يرضى عليك. يلا السلام عليكم. الله معك مع السلامه. بوران جميله انزلوا ساعدونا. يا ميت اهلين وسهلين. اهلين وسهلين بمرتخي والله. اهلين فيك سعاد خانو. شو شلون لقيتي لي هالاموره؟ ما شاء الله ربي يحميها من عالي سماء. قمر مصور يا ست سعاد. الله يطعمك احلى منا. امين يا رب العالمين. شو رح بتسموها سعاد خانو؟ ابني حابب يسميها على اسمي سعاد. سعاد؟ ايه شو عليه؟ اسم حلو ما بو شي. ما انو حاكي شي. ليكون ما عجبك الاسم فريال خانو. شو مو عاجبني انت التانية؟ شو بدي احلى من هيك؟ سعاد على اسم ستة. فكرت. ايه لا تفكري ام زكي مشان ما يوجعك راسي. خلص البنت التانية رح خلي عصام يسميها على اسمك فريال. بدك تجيبينا بنت تانية لك امي؟ بدنا صبيها. اوعك يا لطفية اعملي كل جهدك. وانا شو دخلني يا مو؟ يلي بيبعتوا الله يا محلا فريال. نحن عم نقول إذا جابت بنت تانية منسميها فريال. آخ يا أم عصام آخ كان منى عيني وقلبي بنتي تجيب صبي. معلش بكرة الله بيطعمها صبي وبنت وصبي وبنت لتملي لك البيت صبيان وبنات. يا مو الأكل جاهز وين بتحبوا تاكلوا؟ عند سعاد الصغيرة ولا بأرض الديار؟ لا بأرض الديار يا مو. يلا يا جماعة تفضلوا. تفضلي مرتخي. تكبرني هالوش وحلو. عرفتي يا مو؟ عرفت لكن ما عرفت ووصلني شو قالت امها لضرتك. ولك امي شو مفكره انت بعيده عنك وما بعرف شي عني؟ يا مو انا ما حكيت مع شي. ان شاء الله تكون هي. اهلين سهلين يا مو. اهلين تقبري قلبي شلونك؟ وانت ان شاء الله بخير. مبسوطه كثير. يا الف الحمد لله. شو مين في عندك؟ امها لضرتي. بيوت روح قتل المذكوره. كتران الدبان ببيت كلك امي. مو من عندي يا مو من الفرشة التانية تبع جوزي ابو بنتي. الله يصلحك يا امي. قولي له لجوزك يكفها لهالفرشة يا اما يجيب قتال الدبان ليقتل الدبانات الكبيرة زوار بيته. اليوم بقول له يا مو. سدي حلقك يا شني يا صادومة يا ام سبع برابيك. انا ام سبع برابيك روحي الهي العين تصيبه. قال على خشطه رائع بشتغل زبان وشاكل ورده. لكن من كتر ما انا شبقه ولبقه بتمعس البقه بطرف المعلقه. ولك يمكت كرارك ويشعل نارك ويشوفك الحكيم وما يعرف لك دواء يا شني يا دبقه. لك روحي الهي تاكل جنابك الفرش وحكموكي عشرة طرش وما يلاقوا لك دباره. ولك طول عمر الدبان بيهدي على دنب الفرس والحماره ما بدها علي الا بنت الفص على محمره. البزاء شافت بنتها على الخيط قالت لا تقبريني مثل لولية بالخيط. ولك كتفو عليك وعلى بنتك. ولك كتفو عليك وعلى بنتك وعلى تخلفتها ام الاسوارة والحلقة. لا بي يا شلابة قال لا بي للشوحة مرجوحة ولعبوا براس بقاف. ولك تنقلعي مرة ولك بالعيد. ولك انت اللي تنقلعي يا شني يا شرشوحة. هذا بيت بنتي يا خطاب ترجعلي انت وبنتك. ولك الهي يخطفك عزرائيل ويكبسك بالبرميل يا شني يا بنت غثت لواعي على نهر دورة. روحي اسألي عن امك وصيتها بالحارة يلي بيأكل من بيت الجردون والصرصور والفارة. عادك وعوادك والفرقة بإنبازك على رصتك. هوا يا كلمة يا شني. روحي تعلم النظافة من عن بياعين الإجاز. لك إلهي تعلم العصي من جنابك يا حق. والله والله مالك قاعدة بالبيت والله. صار الله يا روح البخي وعيكي لي. أمان لك روح البخي وعيكي. وأنا بورشيكي يا شني يا سكبوحة يا شيروحة. لا لا هون وبس. أنا هالشي ما بيناسبني منوب.
وليش حماتي؟ لكن أنا في ريال خانم اتبهدل وتشرشح عندك بالبيت. وين شرشحي؟ إما لضرت بنتي يا بعدي. كانت عندي بالبيت؟ بس هدى ما قالت لي. إليك أنا شلون بدي أقول لك إذا إما إجت خصوصي مشان تبهدل أمي وتشرشحها وتروح على بيتها. هلا هي هيك ساوي؟ شو يعني عم بكذب؟ لا بس يعني بدي أعرف ليش خالاتي أنت وحماتي مبشير. اسألها لمرتك الثانية وهي بتقول لك إما شو ساوت فيني وبنتي. هالمقوطة هالشنة الشرشوحة الشيلوحة الشاطوحة. لك ليش هيك صار؟ ليش؟ هلا احلف لك على المصحف يا ابن عمي انه هي بلشت بتسميع الحكي يا امي. وامك ما قصرت فيها واشتغل الردح بيناتهم، مو هيك ست هدى؟ لكن بدك اياها تسمع نسبة من امها للطفية في ريال وتسكت لها؟ لا، لازم تساوي معها ردادة ونواحة ونواحة وردادة وتسمعوا الجيران علينا. صدقني ابن عمي هي اللي بلشت مع امي. اخ منك ومن ام لطفية ومن امي ولك رح تجننوني انتم، رح تجننوني. شو ساوي بحالي انا؟ شو ساوي؟ لحمة لطفية شو رماية بلا هي وامها. ان شاء الله بشوفك كبيرة وبفرح فيك يا رب. خد حصتك من بيت اهلك يا صهري واشتري لبيت لبنتي. انت شو عم تحكي حماتي؟ بدك يعني طالب بالورثة تبعي قبل سنويات أبي؟ وليش لا؟ أولتها وآخرتها بتكون تتقاسموا الورثة وكل واحد بده ياخد حصته من البيت والدكانة والمصاري. بس والله صعبة، صعبة كتير يا عصام. هي شغلتها طويلة، بدها توجع لك راسك وراسي وراس بنتي. بقى ليش ما بتريح راسك وبتريحنا وبتحل المشكلة؟ بس أمي قالت إنه تسكن لطفية وضرتها عندها بالبيت. يا سيدي حتى أمك بده يجع راسها لأنه الضراير ما رح يتفاهموا مع بعضه. أنا ملاقية أنسب حل إنك تفصلن عن بعضهم وتسكن بنتي لحالها. يعني من الآخر حماتي؟ من الآخر أنا بدي بيت خاص نص لبنتي لحالها وبالها، يعني بالمشرمحي بدي إياها تسكن لحالها. ماشي. وين رايح ابن عمي عود؟ وين بدي أعود؟ طيب أنا عندي حل. شو هو؟ خلي بنتي عندي وتعا أنت وسكون معنا هون. إيه والله فكرة. بالله شو؟ شو يعني ما عجبها؟ من قلة الأملاك والبيوت اللي عنا لحتى إجي يسكن عندي؟ شو صهري بلايك شايف حالك علينا؟ ولا بيتي ما نقد المقام؟ لا قده، بس مو مزبوطة. شو بده يقولوا عني الناس؟ ترك بيت أهله وإجا سكن عن بيت حماه؟ إيه مواردة بنوب. أيوة، يعني ما عجبتك فكرتي؟ لا، ما عجبتني بنوب. لكن روح دبر حالك واشتري له بيت لبنتي. يا ابو المال كانك والنسب الرفيع. مع السلامه والقلب داعي لك. عدي وليه؟ عدي. ايه لك تسلمي لي يا سعاد صغيره باحلاكي. امسكي لطفيه امسكي. تعي تقبريني. تعي امي. تعي. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. معقوله هيك حماتي؟ معقوله انا اضل بعيد عن بنتي ومرتي؟ الحل بإيدك يا صهري. أنا قلت لك تعسكون عندي هون بالبيت بحطك بقلبي وبعيوني، أنت اللي ما رضيت. والله مين حلوة مين حلوة. ليش ما حلوة تقبرني؟ البيت أولته وآخرته لبنتي، يعني بعد عمر طويل. بعدين أنا بدي مين يوانسني؟ بقى ليش ما أنا حلوة إنك تجي وتسكن عندي؟ طيب ومرتي الثانية وين بدي حطها؟ خليها ساكنة لحالها. ليك؟ ايه والله مو زابطة. يعني يا صهري لو كنت بدك تشتري بيت لكل وحدة من نسوانك ما بدك تكون بعيد عن مرتك الثانية وعن بنتي لطفية؟ شلون؟ ايه مبلا. اصبح يسرها ولا تعسرها، لا تكبرها كتير. ولك صهري والله بصراحة مرت عمي يعني انا ملاقي انه الحل تبع امي مناسب. هذا الحل مناسب لإلك صهري، أما إلي مو مناسب منوب. ولطفية مالي مستعدة رجعها تعيش عند حماتها مع ضرتها، ولا عاد تجيب لي هالسيرة منوب. فهمت ولا ما فهمت؟ خلاص فك الله وانصرفت. ايوه. مرحبا هدى. أهلين خالتي امسكي. شلوني؟ الحمد لله. شو وين مرت عمي؟ بالليوان تفضلي. يلا. أهلين وسهلين امسكي. بهالقامة وبهالعين. تفضلي. الله يزيد فضلك. قلت لحالي اجي على بكير واكسر الصفرة انا وياكي. ميت اهلا وسهلا. شو وين اللطفية؟ بأوضتها. شو عم تعمل؟ عم تردع صغيرة. قومي عملي لي فنجان قهوة. قومي. على راسي. شلون كناينك سهى؟ ماشي حاله. عم يعذبوكي شي؟ بيسترجو. ايه تقبري قلبي. الهي شو فارضة شخصيتك، خزيت العين. بس هاللطفية مجننتني يا امزكي. شو عم تعمل لك المقوصة؟
هسرنا وبتفوت لترضع بنتها الصغيرة بتقوم بتنام معها. ايو انتي التانية كل الامهات اللي بيرضعوا اولادهم بيناموا جنبهم. ايه لا امزكي، لطفية عم تتحجج برضاعة بنتها الصغيرة وتنام معها مشان تترك شغل البيت كله على ضرتها هدى. يحيب لي بحم على الفصول. والمسكينة هدى قايمة لحالها بشغل البيت كله، وهلا هلا اذا فتي على اوضة لطفية بتلاقيها نايمة مع بنتها وعم تشخر شخير. لو مشوفها وتأكد. نايمة؟ يبليك الحمى شو نايطة؟ نايمة وتاركة شغل البيت كله على ضرتك يا شرنة؟ شركي قومي قومي طلعي لبرا، قومي ساعدي ضرتك شوي تنام قيامتك انت وامك على هالتخلفة. تعي امي تعي لعبتك ام زكي. تعي لا 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 يا ماما لا لا. اتجي يا حمى شلون نايمة؟ ما قلتلك؟ كل شي تعلمته لما كانت ساكنة لحالها، تنام امتى ما بدها وتفيق امتى ما بدها، رح نسيها يا بظرف جمعة. ايه ما بتقصري يا سعاد، والله ما بتقصري. هدى يا هدى، سوي كسر سفرة لخالتك ام زكي. حاضر مرت عمي. خزيت العين على هالهدى شو حركة بالبيت. هاي تنقيتي ام زكي. مزوة، بتعرفي تنقي. لك سعي، شو اخبار حريق قهوة ابو حاتم؟ اهلين يا مو. وين الصغيرة؟ نايمة أمي. وحماتك؟ بأرض ديار. تفضلي تفضلي يا مو تفضلي. شلونك سعاد؟ أهلين وسهلين فرياء. بالبهل تقبريني. أهلا وسهلا. شو أخبارك؟ إن شاء الله منيحة. مشتاقتلك. مشتاقلك العافية. تفضلوا تفضلوا على المربع لطفية. يلا يلا الله تفضلي يا مو. يلا هدى يا هدى. والله والله يا امي رعبتني ونقزتني، لقوا بنتي بحتت بهالفرشه فرد بحتي هيك لك. ايه والله يا امي. هي بعتت لحمه جديده من امها، هي الام زكي تركيها علي انا بعرف شلون احكي معها. الهي بيحكوا عنا الحكمه وما بيلاقوا لها دواء. وبدي احكي لك على مرت عمي كمان شو ساوت معي. وشو ساوت معك الثانيه كمان؟ هدى روحي نادي للطفية وامها. بعد هيك سعاد خانم، نحن من امتى كنا خدامين لضيوفك ولاد هون؟ شو عم تحكي فرياد؟ عم بحكي عن بنتي لطفية اللي صارت خدامة لضرتها وامها. قصدك عم ساوات القهوة؟ لك يضرب هالزمان اللي انقلب فخات القرب، الكلاب نصبت سيوانا واسمع سكنة الترب. ليكي أنا بنتي ما بسمح لك لا لك ولا اللي أكبر منك تساووها خدامك. وفتحي عينك هالقدة. هلأ إذا ساوت قهوة لضرتها وإمها بتكون خدامة إله؟ هاي هدى ساوت كسر صفرة إلك ولبنتك ومنتم ساكت. أنا مالي جاي أكل عندك وماني بحاجتك ولا بحاجة ضرت بنتي لحتى أكل من تحت ديات زهرمان البخاري، واللي رزقتي عليه الله يعجل عليه. فهمتي ولا ما فهمتي؟ والله اللي بده يعيش معي بده يعيش على كيفي انا فريال. لا حبيبتي لا، مو على كيفك منوب منوب، في عند رجال قد الحيط هو اللي بيحكمها وهو اللي بتأمر عليها. هذا الرجال اللي عم تحكي عنه كمان ابني، وهو بده يمشي من تحت امري. انا هيك طبعي، واللي ما عجبه يروح يسكن عند اهله. عم تقلعي بنتي من بيت جوزة يا سعاد؟ لما بيكون بيته لحاله تبقى تعيش فيه لحالها. طيب روح ادبي اوعيكي والبسي بسرعه وليه. يلا لطفيه. نعم مرت عمي. اذا بتطلعي مع امك رجع العيسان ما فيها. والله مالك رجال البيت لحتى تتحكمي فيها. خليها تطلع معك ومشو شو بيصير يا فريال. ايه ريحي ماني سالي لا عنك ولا عن جوزها ولا على بيتك كله، هذا من بابه ولا محرابه. البيت اللي رباها ما راح وخلاها بيت امك وامك ولمك. روحي بدي اوعيكي ولك روحي انزلي ليه. يلا امشي يخرب بيتها من حالها هالسرنا. وين بشي كلهم تحت راسها هالمد الفراغ اللي خلصاته كلياتها عاجين. الهي ما بتوعه من علوانة ولا عمدين الا من تحت السما بصبعتين يا حق. لك انا منين بدي الهها؟ من امي ولا منك حماتي؟ هن كلمتين لطفيه ما بتطلع من هون الا على بيت لحالها. وفك الله وانصرفت. ايه بقى لحد هون وبس؟ الكيل طبعها كثير كثير واكثر من هيك ما عاد استحمل انا. العمى انتفخ قلبي وفقت مرارتي.
يا الله. لوين عيسى؟ لعند مرتي لطفية يا مو. يمكن اليوم نام عند حماتي يا مو. فوتي يا بنتي فوتي. فوتي توبرين. هاي اوضتك جاهزه من جميعه يا صهري، واذا ما عجبتك نقي الاوضه اللي بدك اياها لحتى افضي لك اياها كرمال عينك وعين لطفيه. الله يخلي لي اياكي مرت عمي ويطولنا بعمرك. شلونها صغيره لطفيه؟ اشتقت لك ابن عمي. وانتي؟ كثير كثير ابن عمي. ان شاء الله بيعيشوا هالايدين. ودياتك، ان شاء الله مطرح ما يسري يمري، ومطرح ما يبني اسس سمن وحسن حوافي. شو تقبريني رضعتيها منيح للصغيرة؟ ايه يا عمو رضعتها، يخزي العين حولها وحواليها. ما شاء الله بسم الله. شوف صهري، أنا ما عاد بدي بنتي تطلع من عندي من البيت، حتى لو اشتريت بيت لحالك. ليش حماتي؟ تولعت بالصغيرة وتعودت على إنه بنتي تكون جنبي، الله يوفقك. بس هيك يا مرت عمي. شو؟ لا تقول شيء تقبرني، لا تقول، أنا مرة وحدانية وما في مين يونسني بهالبيت. ما بصير هيك يا مرت عمي، ما بصير. ليش ما بصير؟ بصير صهري. طيب مرتي الثانية وين بدي أحطها؟ يوم اللي ما بتكون ليلتها بعدها تزور عند اهلها. هلا هذا حل حماتي؟ ما عجبك؟ ايه طبعا ما عجبني. بس انا ما عاد استغني عن بنتي. هلا هيك اتفقنا يا حماتي؟ هيك اتفقنا انا وياكي؟ مزبوط، مو هيك اتفقنا، بس انت حط حالك محلي، حس فيني شوي، انا كم يوم بقيان لي بهالعمر؟ الله يرضى عليك خليها عايش عندي. بس ما انا مزبوطه، ما انا مزبوطه بنو. يرضى لي على اسمك وافق على طلبي. لا حول ولا قوه الا بالله. شو رايك لطفيه؟ ابن عمي انا حابه ضل عند امي. ليك معناتها انت وامك متفقين علي؟ لا ابن عمي مو متفقين، بس انا لقيته هذا اريح حل لوجع راسك وراسي وراس امي من ضرتي وامك. خلص صهري ليش مكبرها؟ ومثل ما قلت لك، يوم اللي ما بتكون ليلتها بعدها تزور عند اهلها، ومن هون ليصير عندها اولاد ويكبروا تبقى بتضل عندك بالبيت، تقعد ضرت بنتي مع اولادها. والله عم لاقيها صعبه صعبه يا لطفيه. لك لا صعبة ولا شيء ابن عمي، خلص انت هلأ بتشتري بيت لدرتي بتقعدها فيه لحالة، أما أنا بيضلني هون عند أمي، ما بدي أطلع لو بصير عندي 100 ولد. لك يسلم لي الوش ما احنا يا بيكي. ابن عمي نعم. جيب لي معك رطل هبرة ونصرة الدهنة وشوية جوز أبيض. ولشو كل هالغلاط؟ بدي أعمل لك كبة دبابة. اي والله مشتي هالكبة الدبابة، واليوم رح تاكلها من تحت دياتي ورح تدعي لي كمان ابن عمي. اي تكرم عينك، ساعة زمان بيكونوا كل طلباتك عندك. الله يخلي لي اياك. مسكي مسكي بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ديري بالك ها. يلا السلام عليكم. مع السلامة ابن عمي. ليش تأخر يا ربي؟ لك وين جوزك يا مو؟ على بينا بده يجي بعد ساعة. هلا بيجي يا مو، هلا بيجي، الغايب عذره معه. ايه رح يقدر العصر، امتى بدنا نعمل الكبة الدبابة؟ لا يكون على العشاء ولا بكره الصبح مع كسر السفره يا بعدي. ايش بيعرفني انا ليش تاخر يا مو؟ شو بيعرفني؟ لسه مولدين يا مو. صحتين وهنا تقبرني. عوافي وهنا ابن عمي. والله شي طيب. ما تاكلي يا مو؟ مالي نفس يا مو، والله ماني رايقه. شو بكي دلال؟ ما دريت شو عمل عم جوزه ابو نصوح. دريت انه حاجز على نص البيت. ايه واليوم كان جاي يشتري النص الثاني. ايه شو يعني لا يبيعوه؟ ايه بس اخي معتز الله يخلي لي اياه يا رب، وقف بطريقه وما خلاه يساوي اللي بده اياه. لك؟ ما قال لي هالضرطان. ليش انت مهتم بمشاكل اخواتك؟ وشلون ماني مهتم يا مو؟ انت يا دوبك تهتم بمشاكل نسوانك، مالك فاضي لمشاكل اخواتك وهمومهم، ومالك سائل عليهم. اما هداك معتز الله يرضى عليه، همه الوحيد امه واخواته. مو مثل اخو اللي رايح يجيب دلال مشان يبيع بيت العيله اللي عايشين فيه. يا مو بعرف انه هذا الحكي مو حكيك ومو طلبك، هذا طلب مرتك وطلب حماتك في ريال. هلا ولا بعدين يا مو، كل واحد بده ياخذ حصته من الورثه. خلص يا مو خلص، راح اعطيك حقك وحق اخواتك، ومن بكره بتجيب دلال يتامن هذا البيت والدكان، وخذه على ارض البور كمان. والبيت الصغير يا مو؟ هذاك البيت لي وملكي، بكرة بس موت بتتحاسسوا انت واخواتك. بعيد الشر عنك، بعد عمر طويل يا مو. لك بده يورثني بالحياة. مو هيك قصدي يا مو. خلاص عصام، بدك تورثني بالحياة؟ يا حوينت التربية فيك، والله ما بتتشبه هالقد لأخوك معتز يا مو. تضرب المساعدة.
المصاري، تضرب المصاري شو عم تساوي فينا؟ مساء الخير. ميت مس هي مسي هالعين اللي مثلك جابه هدية أشرقت الأنوار يا بعدي. عصام ليش تأخرت لهلأ؟ ليش تأخرت يعني بالشغل؟ لا أكيد كاين عند أمه ونحن عم نستنى وهو نسيان شو بده يطعمك وأكيد أكيد آكل مع أمه ومرته. وليش لحد هلأ ما أكلته؟ عم نستنى يا بعدي الكبة الدبابة اللي بدك تجيبها لحتى ناكلها. أيوة معلش لا تواخذيني مرت عمي، ساويتها عند أمي وأكلت لشبعت. ما سمعت صهري؟ عم قول ساويت الكبة الدبابة عند أمي ومرتي التانية. وليش ما حضرتك حكيت إنك ما بدك تجيب قواتيلة لحتى أشتريها أنا؟ سلامة خيرك مرت عمي. شوف عصام لا تفكرني عايشة على صفرتك، فتح عينك هالقدة، أنا مالي بعادتك. الله كافيها. وليش هيك مقروعة مرت عمي؟ مرتك جاية على بال الكبة، أنا مالي مشتهيتها منوب. ايه بسيطة، بكره بجيب لها قواتيل الكبة وتساوي لنا اياها. بس يحرم علي يا صهري بالسبع محرمات انه اكل منها. ايوه ايه تصطف لي مرت عمي، اللي بياكل على ضرسه بينفع نفسه. عصام لوين رايح؟ رايح لعند امي. هاي الليلة مو ليلتي، هاي الليلة ليلة ضرتك بنت عمي بخاطري. الله يخليك، خليك شوي عصام. كتبي هيك زقلتي. اي بعت له حمى جديدة من امه تسلق بدنه وسلق يا حق. خلانا عم نستناه هو راح تزهرم الكبة الدبابة مع امه ومع بنتها لام بشير الشاضومة، وقال شو بكرة راح اجيب لكم قواتيلها، ونحن لا فطرنا ولا تغدينا ولا تعشينا وعم نستنى حضرة جنابه. امي حرام عليكي، ابصر شو بيكون صاير معه، هي اكيد امه خجلته. لكن بليلة طفية بتقولي له لجوزك من بكرة يدور لك على بيت، انا ما عاد طايقة اشوفه بهالبيت بنوب الأمع. ولك تضرب الساعة اللي صاهرته فيها وتضرب الساعة اللي شحر لك ورقتك وكتب كتابه عليكي. هالكبة دبابة. يلا يلا وينك يا عطفية؟ أهلين وسهلين ابن عمي. خدي هدول اغراض الكبة، سووها وكلوها لحالكم صحتين وهنا. وانت ما بتاكل معنا تقبرني؟ باكل كم قرص من شانك بس. الله يسلم شانك. بدك شي انا رايح الدكان. ايه ابن عمي. خير. امي عم بتقلي خلي عصام يدور لك على بيت مشان تسكني فيه انت وياه. ليش ما عجبتها سكنتي معها؟ شو عادها ما بدها لحتى غيرت رايها؟ مو ببالي انه تعودت عليكي وعلى الصغيره؟ ما بعرف ابن عمي. ايه بس انا بعرف ليش، وعلى كل حال انا ما بليقها على حالي اتركك ساكني عندها. لا تزعل تقبرني. ايه لا بالعكس انا فرحان لانه راجعت حالها وطلبت منك اشتري لك بيت. خاطرك مفتوح. ابن عمي. يو فكرته رح يعارض ويترجى امي لحتى تخليني ساكنة عنده. يا الله شو نامت الصغيرة؟ ايه نامت تقبر قلبي. ايه الحمد لله. ابن عمي شو يعني هلأ انت صرت المعلم بالدكان؟ لحلك لطفية، انا من امتى كنت اجير؟ طول عمري معلم، حتى وقت كان عايش أبي الله يرحمه معلم وسيد المعلمين. يو إن شاء الله بيقبر قلبي المعلم يا حق. ها حتى تعرفي جوزك مين هو. وإمتى رح يسلمك الدكان؟ إن شاء الله الجمعة الجاي رح صير لحالي وبالي. يعني هلأ صارت كل غلة الدكان إلك لحالك؟ لا شو لحالي، بدي أعطي مصاري لأختي بوران وجميلة ودلال وأمي كمان، بدي أعطيها مصروف البيت تبعها. شو هالحكي عصام؟ هيك لقصولي يا لطفية. ليك؟ ايه معناتها طارت كل رزقة الدكان على اخواتك وامك. ايه لا تخافي ما رح تموتي جوا لا انتي ولا بنتك. بعدين عيب تحكي هالحكي عيب. ليش عيب احكي هالحكي؟ ليش انا ماني مرتك؟ مرتي ايه بس مو تقاسميني برزقة الدكان. الله يسامحك يا عصام، انا بدي اقاسمك برزقة الدكان. لك يا لطفية فكري انه في لك ضرة ولازم تعيش مثل ما انتي عايشة، لا تكوني طماعة الله يرضى عليكي. بعدين شوفي من يوم ورايح بدك تعملي حسابك، ما بدنا نصرف كل شيء بيجينا من رزق الدكان، بدنا نخبي لأيامنا الجاية لأنه ما حدا بيعرف شو ممكن يصير. شو رح يصير ابن عمي؟ شوفي أنا هلأ صرت لحالي، يعني كل قرش بطالعه لازم أعرف وين عم يروح وين عم يجي، مو من شاني ها من شان أولادنا. لأنه بصراحة أنا عم فكر من هلأ بلش صمي لحتى أشتري لكل واحد منهم دكانة وبيت. كون غلطان إذا فكرت هيك، احكي بكون غلطان؟ لا والله ابن عمي ما بكون غلطان. أيوه
يلا بخاطرك. لا وين رايح؟ خليني اخذ لك طريق بالاول. يا سعيد نسيت انه عند امك فوزية جارتنا عدوة امي. سعاد ما بتطلع من عندي الا على جثتي. طيب ليش يا حماتي ليش؟ هيك يا صهري لاني بخاف عليها. لك يا حماتي انا رح احملها شوي شوي كاني حامل روحي بين ايدي. بخاف لا تقوم تحصرها بين ايديك عصر. سبع امك انا بحملها يا مو انا بحملها. خلصي وليه انت مالك فوتة لبيت حماكي؟ شو الشغلة على كيفك؟ على كيفي وعلى تسين كيفي. واللي بيشتغل سعاد الصغير يجي يشوفها عندي هون بالبيت. شو هاد؟ بدك امي تجي لعندك على البيت لهون؟ وليش ما تجي يا بعدي ولا ما ابا عالي ولا عيلتنا اصغر من عيلتها؟ ماشي ماشي يا حماتي عملي وكتري وساوي اللي بدك اياه، بس الا ما يجي يوم وتندمي على الشيء اللي عم تساويه معي مع امي. ايه ما حضرت لاني بعمري ما ساويت شيء وتندمت عليه. امي خلاص بكره بشوف. عيطاق هيك زعلتي يا امي؟ لك ما سمعتي شلون كان عم يحكي معي؟ انت فتي عليه الحكي كثير. يعني بدك ياني اسمع وهو عم بيهددني واسكت له؟ الله يسامحك يا امي الله يسامحك. خير حماتي. مساء النور صهري. طب لزمان القمر ما بان، وين مالك مبين علينا يا صهري؟ اشتقتي لي حماتي؟ انا لا. وانا شرحه. لك هلا جاي لعنا؟ جاي اقول كلمتين لبنتك، يا بتسمعوهم وبتنفذوهم يا اما. يا اما شو؟ يا اما لي حكي تاني. فخلوني اقول هالكلمتين. قولهم بقى هالبحث وخلصنا. شوفي يا لطفية. أنا هلأ كنت عند أهلي وتقاسمنا الورثة. عن جد؟ مبروك صهري؟ خليني خلص كلامي بعدين بتحكي لي. شرّة؟ إيه لطفية أنا طلع لي من ورثة أبي البيت الصغير تبع أمي يلي كنتي ساكنة فيه أنت وهدى، وطلع لي ربع الدكان وأرض البور مالي فيها شي. بس هذا اللي طلع لك من ورثة أبوه؟ إيه بس بقى هلأ ما عاد عندك حجة، هذا بيت أمك وهذا بيت أبوك. من الأخير ناولنا الزبدة. ايه أمرك الزبدة. بيتك مفتوح أبوابه ومن بكرة نومتك عندي بالبيت. وضرتها صهري؟ ومعها ضرتها كمان. وإذا قلت لك ماني موافقة؟ أنا بدي اسمعها منها يا حماتي مو منك. شو يا لطفية موافقة ترجعي على بيتك وتسكني مع ضرتك؟ شو أمي؟ شو بدك بأمك؟ شو أنا متجوزك ولا متجوز أمك؟ لا متجوزها إلها صهري، بس لطفية ما بتخطي خطوة بدون شاري وأمري أنا. شو طلباتك حماتي؟ بدي بيت خاص نص لبنتي. معناها أنا رح قلكن بخاطركم، ولما بتحبي تجي لعندي يا لطفية بتبعتي لي خبر، يا بوافق رجعك لعندي يا أما بقلك خليكي عند أمي، وأنا ما عم بمزح معك بس لبكرة. سلام. هاي سام. شو؟ خدني معك. وليه؟ لا تردي على أمك يا لطفية. فوتي هاتي البنت وبقشتك معها، وانا عم استناكي برات بيت امي قدام باب صقاق، بس مو كتير 10 دقايق، وبعد 10 دقايق ما بتلاقيني. يا مو انا بدي اروح مع جوزي. روحي مين كان مشك؟ روحي. الله يخلي لي اياكي يا مو. الله يسامحك يا عصام، كنت عم بتسلى مع بنتي هي وبنتها، أخذتها مني ورجعتني وحيدة بهالبيت، ما في مين اتونس معه بالليل ولا اشرب معه القهوة الصبح. الله يسامحك الله يسامحك. دخيله لأبيض دخيله بدنا الليلة نغني له، واللي ما بيحب سعاد يبعد عنا وندعي له. خليني أحملها.
لا خالو بتوقعك. والله ما بوقعه. طب خالو خليني انا. ايه طيب بس على مهلك. ها شوي شوي. بسم الله. سمي سمي. روحوا خالو روحوا. شفتي هيك طالعة مثل الدجاجة المذبوحة؟ بدهم يلعبوها صغيرة. ليك هلا بوقعوها. ايش تفضل عمي تفضل. يسلم لي هالوش ما احلى. شو بها ضرتك؟ ليش هيك مبوزمة؟ شو قليلة انه تردع بنتها وما تشبع منها؟ شو هالحكي؟ يا لطيف. ايه وامزكي وعدتها انه تلاقي لها مرضعة بالحارة. ايه بس ما لقيت ابنه. شو يعني؟ بدنا نترك صغيرة هيك تموت من جوع؟ لو عنا شوية حليب كنت عملت لها رز بحليب. حليب؟ لك نحن يا هدى هون عايشين بحبس كبير، الله يفرج علينا. الله لا يوفقهم، هلكونا، ما عاد فينا حيل نوقف على رجلينا. اي والله الله لا يوفقهم. ابن عمي بيلتقى عسل عند شي حدا بالحارة؟ بسألا لو انك حبلانة يا هدى وجبتينا ولد كنت رضعتيها لسعاد صغيرة. شو بدنا نعمل ابن عمي؟ يعني هاي إرادة رب العالمي؟ ونعم بالله. يا ترى يا معتز وصلت بالسلامة ولا لا؟ من خالو من خالو. نعم حبيبي. جوعان. وشو بدي طعمي؟ ما بعرف. تعال شو بدي أعمل. تعال. آه يا خيتي آه شو بدي أحكي لا أحكي. لو ما أجي أبو بشير ورجال الحارة وفكوني مدري شو كان صار فيني. الله يصلحك على هالعملة يا أم زكي. يعني مدام صار عندك حنفية مي ليش هالبير ما تسكريه وتخلصي منه؟ بالله شو؟ لو كنت مسكرته منين كنتوا بكون تاكلوا؟ بعد ما حاصروا الحارة وضيقوا عليها. يا أم زكي في ريال خانم عم تحكي درار. يعني هذا البير مو خطر عليكي بس أنت لحالك، خطر على الحارة كلها. صار يصطفلوا. أنا تركت البيت لأهل الحارة يعملوا فيه اللي بالدنيا. لطفية الله يرضى عليكي قومي جيبي لي طاسة الرحبة. قلبي لهلأ لسه مقطوع من وقتها. على راسي خالة امزكي. هي امزكي بس لا يكون انقطع نسلك. ايه راسي بليكي بحمى شوف هاي او رايقة. قومي من جنبي قومي قومي تضربي بهالوجه. شد عصام سير. بدي شوف اخرتها معهم ولولاد الكلب. الله يقويكم. شلون عم يا بشير؟ ري عليك عصام. هيك ما عاد حدا يقدر يطلع من البير. وهيك اطمنا انه ما يقدرونا يفوتوا على الحاره مره ثانيه. بس لازم ننبه اهل الحاره يديروا بالهم على بيارهم مشان ما حدا يفوت منا. مزبوط عصام. ابن عمي ابن عمي مأمون رجع؟ لك ايه رجع والحاره قايمه قاعده وكل رجال الحاره هلا واقفين باستقباله. يا مأمون عجل انت عندك ابن عم اسمه مأمون؟ بلا يا مو عندي ابن عم اسمه مأمون ابنه لعمي كامل. بس اللي سمعته من عمي ابو صالح الله يرحمه انه ابن عمي مأمون كان مريض وقت اللي سافر في ابوه مع الجيش العصملي وهلا رجع بعد 45 سنه في شيء. تكتي بنتك لطفيه لك كرمال الله تكتيها. امتى ترضى شو اعمل؟ لطفيه ان شاء الله صرتي احسن خالتي. لا والله يا خالي امزكي لساتني مثل ما انا وهالبنت ما عم تشبع. سعيد ذكرت لطفيه جبت لك شويه عسل من عند جارتنا ام دياب. هدول كل يوم بتعطيها للبنت معلقه صغيره منه بتغذيها ومنه بتعوضها عن الحليب. امسكي خالتي. يسلموا ايديكي خالي امزكي. لقوم طعمي البنت. لك فريال شبك بحكي على البنت مثل الاباوي؟ كانك انزعجتي لما سمعتي هالخبر. شوفي. اه لا لا ما انجعزت. ليش لحتى انجعز؟ بالعكس انا فرحانه كثير وطاير عقلي من الفرح برجعته. هذا ابن عمي هذا هلا صار لي عزوه وجاهه قدام الناس. بس لا تنسي انه بدك ترجعي له ورثته من عمك ابو صالح الزعيم. ولا هي مالك حاسبتي لحساب حبيبه قلبي؟ لا اطمني امزكي حاسبت الحساب واللي بيقوله الشرع انا جاهزه لقلب حاضره. ابوك الله يرحمه حكالي عنه هذا مأمون. كانوا ربيانين سوا. يعني ابي الله يرحمه بيعرفوا منين؟ ديك ابني قلت لك ربيانين سوا قبل ابوه ما ياخده ويسافروا مدري على انه بلد. عم يقولوا انه هذا الزلمه تليان كتير وغير هيك بيعرف معارف من فوق. ايه لكان هذا خالي. يولوه لوه هلا صار عندك خال. ايه مو ابن عم امي يعني بسعر اخوها. لفوها انت وياها. يا مو انا الليله بدي اطلع برات الحاره. لا يوه وين بدك تطلع؟ بدي روح اطمن على اخي معتز والشباب. اذا حابين جيب لكم معي شيء انا جاهز. لا يا مو ما في طلعه برات الحاره. انا مو ناقصني خوف ورعبه. يا مو لا تخافي الطلعه برات الحاره صارت اسهل مو مثل اول.
ابن عمي اذا طالع برات الحاره جيب لي معك شويه بقدونس. وانا بدي جوز ولوز وفستق سوداني. وانا كمان خالو بدي اضاعه مخبره. خالي انا كمان بدي غزل البنات. لك تكرم عينكم والله لجيب لكم كل شيء بدكم اياه. وانت اختي ام سليم شو بتامريني لحتى اجيب لك؟ ما يأمر عليك ظالم اخي. انا بدي اياك تطمن على سعيد وترجع تطمني عليه. عتز Hey!